الأستاذ علام، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، بس لو تسمعني من التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وطي التلفزيون الله يرضى عليك. ماشي يا شيخنا. اتفضل يا جميل. حضرتك يا شيخنا، أنا كنت حلفت على مراتي لو طلعت الشغل هتبقى طالق. قلت إيه بالظبط؟ قلت لو رحت طلعت الشغل هتبقى طالق. أنت فأنا كنت سألت شيخ، قال لي نيتك كانت إيه؟ قلت له انا كانت نيتي ان انا اخوفها ما تبقاش كده طلقه. تمام. فحضرتك دلوقتي، انت دلوقتي طلقه ولا مش طلقه؟ والله طلقه اردها ازاي؟ ولو مش طلقه اكفر عنها ازاي؟ عندك كم سنه علاء؟ عندك كم سنه؟ انت لسه معايا ولا رحت؟ اه يا علام، يا علام، يا علام، العلماء بيقولوا الطلاق يمين الفساق. خاف، ارجع ورا، ما تهوبش يم الملعب ده. أدبك لزوجتك، أنا عايز أدب زوجتي، عمري ما أدبها للطلاق، مستحيل مستحيل أدبها للطلاق، مستحيل مستحيل. ما تخليش اللفظ ده في لسانك، الطلاق يمين الفساق. بص يا علام، أخونا العالم الجليل المحترم اللي أنت استفتيته أفتاك بالصواب، لأن اليمين المعلق يشترط فيه النية. اليمين المعلق على شيء يشترط فيه النية، فإن كانت النية إيقاع الطلاق بيقع لو هي خلفت، وإن كانت النية غير إيقاع الطلاق فلا يقع. أنت ما كانتش نيتك، كانت نيتك تهديد، ما كانتش نيتك طلاق، فلا يقع طلاقا. ولكن أنا بخوفك وبخوف كل اللي زيك يا علام من إنه لساننا يفلت في الطلاق. اتقوا الله في أزواجكم يا أخي، يا أخي نخاف من ربنا. مش عندي ما أجي أغضب منها أنسى المعروف وأنسى الخير وأنسى خدمتها ليا، دي خدامة تحت رجلينا، وأجي عندي ما يحصل مشكلة أروح مديها السيف وأقطع رقبتها؟ ما ينفعش يا علام، الله يرضى عليك. لازم نشيل من قاموس حياتنا حاجة اسمها لفظ طلاق. في مشكلة بينك وبينها ما تتحلش كده أبدا. وعايز أقول لك على حاجة علام، ليا وليك والله، والله على ما أقول شهيد، لنا كلنا، اللجوء للطلاق ده أسهل طريق لضعف شخصية الزوج، وبيروح يستخبى فيه الواحد الكثير. الطلاق ده بيروح يستخبى وراء الطلاق. لكن أنا عايز أدب زوجتي، عمري ما أدبها بالطلاق. في حوار يا أخي، في واحد زائد واحد يساوي اتنين، في أدب يا أخي، في رأي ورأي تاني. مش هي شريكة معاك في الحياة؟ هي غلطانة في حاجة، أنت صاحب حق. سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه، الله يرحمه وينير قبره، الله يرحمك يا شيخ محمد الغزالي وينير قبرك، كان يقول لنا صاحب البضاعة الجيدة ما يعليش صوته، إنما صاحب البضاعة المغشوشة بيقعد يهيص ويهيض ويهلل. أنت صاحب حق، بتروح للطريق ده ليه؟ ما تروحلوش أبدا، تاخدها بالراحة خالص يا بنت الحلال، في كذا وفي كذا وفي كذا، ده صح وده غلط. انت صاحب حق ما تنفعلش، انت صاحب حق تنفعل ليه؟ تغضب ليه؟ افتكر ان ربنا بيقول انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وظيفته يكرهكم في بعض، وظيفته يفسد حياتك. طب تعمل ايه؟ تعملش كده ابدا، لا تلجأ ليمين الطلاق. طيب خلاصة الموضوع، أخو أفتاك بأنه كانت نيتك ايه، كان فعلا صوابا في كلامه، لأنه اليمين المعلق بالذات بنقول النية بيشترط فيه أن تكون النية منعقدة على الطلاق. أما إذا لم يكن هناك نية على الطلاق كما ورد بسؤالك فده لا يقع يمين طلاق.